أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة في مشاركة، البرنامج الذي يعنى دوما بالقطاع المالي الإسلامي، بدءا مع أبرز العناوين. 878 مليار دولار حجم التجارة بين الدول الإسلامية. نمو متواضع لإصدارات الصكوك في الخليج 2015. ستاندرد أند بورز تؤكد أن البنوك الإسلامية الخليجية جمعت هوامش حماية كافية للتعامل مع الظروف الجديدة. جرت في الرياض فعاليات المعرض التجاري 15 للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمشاركة 39 دولة. يأتي هذا المعرض لتحفيز التجارة البينية بين الدول الإسلامية والتي تتجاوز 878 مليار دولار في 2015، وهو رقم صغير مقارنة بوجود 57 دولة إسلامية في العالم. تمثل الدول الإسلامية أكثر من ربع دول العالم، ورغم أنها تشكل تكتلا كبيرا وتنتشر على ثلاث قارات مهمة، إلا أن التبادل التجاري بينها لا زال أقل من المطلوب مقارنة بتجارتها مع بلدان العالم الأخرى. المعرض التجاري 15 للدول الإسلامية هذا العام حاول من الرياض التعريف أكثر بمنتجات دول منظمة التعاون الإسلامي، وشاركت فيه نحو 39 دولة. المشاركة المغربية هي مشاركة في قطاعات متعددة، قطاع البناء، قطاع الهندسة، قطاع التشييد، قطاع النسيج، الجلد، صناعة تقليدية والديكور، وكذلك قطاع السيارات. والهدف منه كما قلت هو تعزيز تعاون تجاري، تعزيز كذلك تعاون في الاستثمارات البينية بين الدول الأعضاء. المعرض التجاري للدول الإسلامية كان هذا العام مهرجانا عرضت فيه كل دولة نماذج من صناعاتها ومنتجاتها المتنوعة، ورغم ذلك يثير ضعف التبادل التجاري بين الدول الإسلامية التساؤلات، خاصة أن التجارة البينية الإسلامية لم تتجاوز 878 مليار دولار خلال العام 2015، وهو رقم بسيط بحسب الخبراء والمتخصصين. حجم التجارة البينية كما تعلم سيدي هو تقريبا 800 مليار دولار أمريكي، وهذا تقريبا ما يشكل تقريبا كما قلت لك تقريبا 20% من التجارة البينية. حصة الدول الإسلامية من التجارة العالمية، نحن نشكل فقط 11% من التجارة العالمية و10% من الإنتاج الخام الدولي، بينما نمثل 25% من الساكنة العالمية. بطبيعة الحال هذا ليس يعني بجدير بالأمة الإسلامية وب 57 دولة، وبطبيعة الحال هنالك آفاق لتنمية هذه التجارة، وهذا المعرض الإسلامي هو أحد الأدوات. ويأمل الكثيرون أن تساهم مثل هذه المعارض في تعزيز التواصل التجاري بين مستثمري الدول الإسلامية وشركاتها، لتوثيق العلاقات التجارية بين أمة سكانها يتجاوز المليار ونصف المليار نسمة. لا زالت التجارة الإسلامية إذن دون المستوى، ومن هنا أتى هذا المعرض لتنويع وتعزيز التجارة بين الدول الإسلامية بالتعريف بسلع كل بلد. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. إذن أرحب بضيفي في هذا السياق من الرياض، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في المنظمة، السفير حميد أوبيليرو. سيد حميد مساء الخير، وأنا شاكر لوجودك معنا في البرنامج. دعنا بدءا نتحدث عن التوقيت في انعقاد هذه الدورة لهذا الملتقى وهذا المعرض التجاري الإسلامي، وأنت تعلم الظروف المعقدة خاصة على المستوى الاقتصادي التي تمر بها المنطقة والعالم. طبعا أشكركم جدا. هذا المعرض أيضا ينعقد في الفترة المهمة جدا في تاريخ عمل الإسلامي، وخاصة بعد قرار القمة الإسلامية التي تمت في إسطنبول في يوم 14 أبريل الماضي، حيث تم المصادقة على البرنامج العشري الجديد، وهذا البرنامج يرمي إلى تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية وتقوية أواصر الصداقة بين الشعوب، وكذلك أيضا التنمية التجارية وتنمية بعض الأمور المتعلقة بالسياحة والزراعة
والأمور الاقتصادية الأخرى. وهذا طبعا يدل دل على شيء، المعرض يدل على عزم الدول للمشاركة بعضها بعض في تنمية الاقتصادية، ومشاركة عالية جدا في المعرض أيضا تدل على نجاح هذه الخطة العشرية. نعم سيد حميد، دعنا نتحدث عن التجارة البينية بين الدول الأعضاء في المنظمة، وهي زادت عن 850 مليار دولار، لكن أيضا يبقى هذا الرقم متواضع قياسا على عدد الدول المنضوية تحت لواء هذه المنظمة، نتحدث عن 57 دولة إسلامية، لكن حدثني عن أسباب الزيادة والارتفاع، هو شيء إيجابي على أقل تقدير. أيوة طبعا أسباب الزيادة هي بالنسبة العمل الإسلامي المستمر، وتعلمون أن الخطة العشرية السابقة أيضا أنشأت من خلالها بعض صناديق مختلفة، وطبعا البرنامج الإسلامي في مجال تنمية التجارة وتمويل التجارة وتسهيل التجارة أيضا، يعني هناك يعني هذا صندوق تضامن الإسلامي أنشئت، وهذا طبعا برأس مال 10 مليار دولار، وهناك أيضا شركة البنك الإسلامي المتعلقة بتمويل التجارة. فهذه كل أعمال في الدول الإسلامية أدت إلى تشجيع التجارة، وطبعا أدى إلى رفع هذه النمو التجارة أو الدفع بنمو التجارة قدما في الدول الإسلامية. وعلى سبيل المثال أيضا هناك برنامج تطوير الموارد الاقتصادية مثل سياسة القمح وتعاون في مجال تطوير القطن، وتعاون في مجال أيضا تطوير بعض المحصولات الغذائية ومحصولات الزراعية جيد. في دول إسلامية. نعم جيد سيد حميد، ما هي المشاكل التي تواجهكم كدول إسلامية ربما بينها كثير من الربطات المشتركة، من ضمنها أنها دول مسلمة؟ طبعا هناك بعض يعني هناك في اقتصاد الدول الإسلامية هناك بعض الدول لها أراضي منزرعة، وهناك بعض الدول لها أيضا موارد المالية هائلة جدا، فهذا طبعا يحتاج إلى تعاون بين هذه الدول. فالمنظمة طبعا تسعى في تقوية التعاون بين هذه الدول حتى نستغل الفرص المتاحة الموجودة. وطبعا كما تعلمون أن الدول الإسلامية في التجارة العالمية الآن حجم التجارة الإسلامية من ضمن التجارة العالمية هي 15%، هذا الآن نهدف إلى أن نصل إلى 25%، لأن عدد المسلمين أيضا في العالم 25%، نريد أن نصل إلى هذا العدد موازي عدد سكان المسلمين في العالم. جيد، هذا الأمر يحتاج إلى تنمية مستدامة كما لا يخفى عليك، هل لديكم آليات للتنمية المستدامة في هذه الدول؟ طبعا نحن نعمل الآن في تطوير العلاقات البينية بين الدول الإسلامية في مجال الصرف الإسلامية، وكما قلت أيضا يعني في مجال أيضا تشجيع الأمن الغذائي، وكذلك يعني استعمال أو توظيف على الصرف الإسلامية، وكذلك بعد التنمية الاقتصادية في مجال الاقتصاد. فهذا يعني أن الدول الإسلامية تسعى في أن تجد بعض الموارد الجديدة حتى تكون هناك تنمية مستدامة بين الدول الإسلامية. جيد. واحدة يعني مثلا بالنسبة للتوظيف، يعني في هناك توظيف، وهناك طبعا العمالة ومكافحة البطالة، كل هذه يعني هي البرامج التي ترمي إلى مكافحة الفقر طبعا بالذات. نعم. جيد. برنامج مكافحة الفقر هو يعني مهم جدا، والتمويل الاجتماعي أيضا يعني استعمال الزكاة واستعمال الوقفية الإسلامية. نعم. كل هذه الموارد الجديدة التي سوف تسعى يعني ترمي إلى تقوية الاقتصادية
الإسلامية بصورة مستدامة. جيد سيد حميد، هذه المسائل تحتاج إلى برامج تمويل بشكل علمي ومدروس ومعد، خاصة وأن واحد من أهدافكم حتى عبر هذا الملتقى هو تنمية التبادل التجاري. هل لديكم رؤية واضحة في هذا السياق، برامج تمويلية مباشرة؟ أنا قلت لكم أيضا هناك يعني صندوق، هناك صندوق تضامن الإسلامي حجمه 10 مليار، وهناك أيضا برنامج خاص لتنمية أفريقيا، هذا أيضا رأس مال يعني 12 مليار دولار أمريكي. وهناك أيضا برنامج جديد الآن تم مصارقة عليها في القمة الإسلامية الأخيرة، هذا برنامج خاص بتنمية الاقتصادية في منطقة آسيا الوسطى. نعم. فكل هذه البرامج تبقى هي برامج إقليمية التي ترمي إلى تخصيص مبالغ معينة وتخصيص هذا الصندوق للبنية التحتية ولتطوير هذا والمكافحة البطالة، وهذه الأمور كلها سوف يعني تهدف إلى تقوية كل هذه الأمور الاقتصادية. الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في المنظمة السفير حميد أوبليرو، منظمة التعاون الإسلامي والتي هي واحدة من الجهات التي تنظم هذا الملتقى، كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك. نواصل معكم إذن هذه الجولة في مشاركة ارتفعت قيمة إجمالي إصدارات الصكوك والسندات في الأسواق الخليجية بما فيها إصدارات البنوك المركزية إلى 118 مليار و 650 مليون دولار في 2015 بنسبة 37.2% مقارنة بإجمالي المبالغ المجمعة في 2014. وأفاد تقرير أصدره المركز المالي الكويتي المركز أن السعودية تصدرت إجمالي الإصدارات لتجمع نحو 35 مليار دولار من 15 إصدار، ما يمثل 53.7% من حجم الإصدارات، وأن إصدارات السندات التقليدية شكلت أكثر من 85.3% من الإجمالي خلال 2015. أما إصدارات الصكوك فشهدت نموا متواضعا بنحو 3.7% من 9.2 مليار دولار في عام 2014 إلى 9.560 مليار دولار في 2015. قالت وكالة ستاندرد أمبوز للتصنيفات الائتمانية إن ضعف الظروف الاقتصادية سيؤثر سلبا على الأداء المالي للبنوك الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي في العامين 2016-2017، وذلك وفقا لتقرير صادر عنها. وأضافت الوكالة أن البنوك الإسلامية جمعت هوامش حماية كافية للتعامل مع الظروف الجديدة مع تدهور محدود في أوضاعها المالية، وأن الظروف الحالية تهيئ الفرصة أمام الجهات التنظيمية المحلية للبدء في الاقتراب أكثر نحو تطبيق أكثر صرامة لمبدأ تقاسم الربح والخسارة في الصيرفة الإسلامية. لازلتم تتابعون مشاركة من CNBC عربية في هذا البرنامج بعد الفاصل. السعودية تنضم إلى دول أخرى في تأسيس بنك إسلامي لتمويل البنية التحتية. يعتبر بنك التنمية الإسلامي أكبر مؤسسات التمويل الإسلامي في العالم بتصنيف ائتماني AAA، وقد وقع البنك ما يقارب من 14 اتفاقية تمويل جديدة مع الدول الأعضاء، وذلك خلال اجتماع البنك السنوي 41 والذي عقد مؤخرا في جاكرتا بمشاركة 57 دولة إسلامية. بتمويلات بلغت 1.6 مليار دولار أسدل الستار على الاجتماع السنوي 41 لبنك التنمية الإسلامي والذي انعقد في العاصمة الأندونيسية جاكرتا. إندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، حازت على النصيب الأكبر من الاهتمام والتمويلات التي بلغت 824 مليون دولار في إطار خطة تمويلية من بنك التنمية الإسلامي ب 5.2 مليار دولار تنتهي في عام 2020. أعتقد أن تركيزنا ينصب أولا على التمويل الإسلامي، وأن إندونيسيا ملتزمة وجادة حيال قطاع تطوير التمويل الإسلامي فيها والبنوك الإسلامية بالإضافة إلى الصكوك. فعلى سبيل المثال، لطالما كنا أحد أهم مصدري الصكوك حول العالم، كما قلت
قمنا بإصدار الصكوك بالأعمال التجارية التي تغطي مستثمري الشركات الكبيرة والمتوسطة، ولكن الأمر الأهم المتعلق ببنك التنمية الإسلامي هو أن تسهم التعاملات المالية للبنك مشاريع البنى التحتية. وثانيا نناشد بنك التنمية الإسلامي بأن يلتزم بالمعايير التعليمية العليا. رئيس البنك دكتور أحمد علي المدني، والذي حضر آخر اجتماع له كرئيس للبنك مع إعلانه التقاعد، شدد على أن استراتيجية البنك في المرحلة المقبلة ستركز بشكل رئيسي على مشاريع تنمية البنية الأساسية وإعطاء اهتمام كبير للشباب، مؤكدا على أهمية الدور الذي يلعبه التمويل الإسلامي في تنمية اقتصاد الدول الإسلامية. طبعا أبرز التحديات التي تواجه الأمة في الوقت الحاضر هو التعليم، فالتعليم لا كما تعلم له أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية، والتعليم في معظم دولنا في العالم الإسلامي يحتاج إلى تحديث. لذلك نحن مع ضمن فعاليات هذا المنتدى في معرض للابتكار، ونحن بنشجع الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية أن يكون لها نشاط في مجال الابتكار، لأنه بدون الابتكار لا يمكن أنك تحقق تنمية مستدامة. فهذا المعرض سيتيح الفرصة تستفيد الدول الإسلامية من بعضها البعض، وأيضا المبتكرون يستطيعون أن يتبادلوا المعرفة وأن يتعاونوا لكل ما فيها الحقيقة تعزيز للتنمية. فنعتقد أن الابتكار سيكون له دور، ودور كبير جدا في تحقيق التنمية في دولنا الأعضاء بحول تعالى إن شاء الله. السعودية كأكبر مساهم في البنك رشحت السيد بندر حجار وزير الحج السابق ليكون خلفا لدكتور أحمد علي المدني في تولي مهمة رئاسة البنك، خاصة لما يملكه من خبرات طويلة في مجال الاقتصاد الإسلامي. وشهدت فعاليات الاجتماع أيضا انضمام دولة غيانا، وهي أحد دول أمريكا الجنوبية، لتصبح بذلك العضو 57 في البنك وثاني الدول الأعضاء من أمريكا الجنوبية. كما شهدت الفعاليات اجتماعات جانبية على هامش الاجتماع الرئيسي، ركزت على مشكلات البناء الأساسية للدول الأعضاء وتعظيم التعاون بين البلدان الإسلامية. اجتماع بنك التنمية الإسلامية 41 جاء مثمرا وناجحا في ظل تحديات متزايدة تواجه الدول الإسلامية. من أمام مقر انعقاد اجتماع بنك التنمية الإسلامي، محمد فتحي، CNBC، جاكرتا. قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن المملكة العربية السعودية هي أكبر المساهمين في البنك الإسلامي للتنمية، مضيفا أنه تم ترشيح بندر حجار ليتسلم مهام رئيس البنك نظرا لخبرته الاقتصادية والمالية الكبيرة. المملكة العربية السعودية هي أكبر المساهمين في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والبنك تاريخيا وإلى هذه اللحظة يحظى برعاية ملوك المملكة العربية السعودية بما في ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي بالواقع شخصيا اهتم بشؤون البنك. فعندما قرر معالي الدكتور أحمد محمد علي أن يتقاعد كان هناك اهتمام كبير بمن يرشح لأن يتولى هذه المهمة الكبيرة، فتم اختيار معالي الدكتور بندر حجار. كما نعرف طبعا الدكتور أحمد محمد علي من الصعب أن يوجد بديل له، ولكن معالي الدكتور بندر حجار بخبرته بخلفيته التعليمية الاقتصادية والمهام والمناصب التي شغلها، الحمد لله هو يعني أفضل من ممكن أن يخلف معالي الدكتور أحمد محمد علي. وكان هناك تقدير بالواقع من الدول المشاركة، أولا لدور المملكة وثانيا للدكتور أحمد محمد علي، وكذلك العناية في اختيار من يحل محل الدكتور أحمد محمد علي. بالنسبة للاجتماعات طبعا هي فرصة أولا للقاء عدد 57 محافظ ونائب محافظ وزائرين ومدعوين في اجتماع واحد وتبادل الآراء، وثانيا استعراض نشاط مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سواء كان البنك نفسه أو المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أو المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة أو
كذلك مؤسسة تأمين الاستثمار، وأخيرا الصندوق التضامن الإسلامي. هذه مؤسسات عريقة وتخدم المسلمين في كافة أنحاء العالم. فناقشنا أوضاع المالية وناقشنا توجهاتها المستقبلية والخطط الاستراتيجية لكل واحدة من هذه المؤسسات. أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD خالد العبودي أن المؤسسة هي ذراع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل ودعم القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المؤسسة قدمت منذ التأسيس تمويلات بحدود 4 مليارات دولار في حوالي 40 دولة إسلامية. طبعا المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أو ICD هي ذراع البنك الإسلامي للتنمية فيما يتعلق بتمويل ودعم القطاع الخاص في 56 دولة من الدول الإسلامية. طبعا منذ التأسيس حتى الآن قدمت المؤسسة حدود 4 مليار دولار تمويلات واستثمار في رؤوس أموال الشركات في حوالي 40 دولة إسلامية، وهذا طبعا المبلغ توزع عبر السنوات هذه كلها، فمن حيث الأبروفل أو الموافقات كانت يعني على حسب كل سنة والبرنامج المتاح. دورنا الحقيقة هو مساعدة القطاع الخاص أن يكبر، أن يزيد حجمه، والتخفيف بالتالي من العبء على الحكومات فيما يتعلق بدعم التنمية. ما هي أبرز الاتفاقيات التي وقعتها المؤسسة خلال فعاليات هذا الاجتماع؟ وقعنا اتفاقيتين، أحدهما مع مصرف إقليمي هو مصرف البحر الأسود للتنمية، والهدف منه هو التعاون مع المصرف في دول ذات العضوية المشتركة بين المؤسسة الإسلامية وبينهم مثل تركيا، أذربيجان، أيضا كازاخستان. فهذه الدول حقيقة الاتفاقية هدفها أنه نشتغل نحن اليوم في هذه الدول وندعم بعمليات مشتركة. كما أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ITFC هاني سنبل أن المؤسسة هي ذراع التجارة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي ماضية في تعزيز الجانب الاقتصادي للدول الأعضاء من خلال التنمية التجارية. تاريخ الحقيقة التجارة في المجموعة تاريخ طويل وخبرة طويلة أكثر من 40 سنة الحقيقة، والبنك الإسلامي للتنمية مهتم الحقيقة ومهتم كثير بموضوع تطوير التجارة البينية بين الدول الإسلامية. وطبعا تم إنشاء المؤسسة قبل حوالي 8 سنوات لهذا الهدف، وهو لتعزيز التجارة البينية بين الدول الإسلامية وتحقيق فعلا أيضا الأهداف الأخرى المرسومة مثل طبعا تعزيز ما يسمى بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية من خلال تمويل وتنمية التجارة. طبعا المؤسسة لها دور مهم الحقيقة سواء في مجال التمويل كما ذكرت، فطبعا المؤسسة تغطي كثير من احتياجات الدول الإسلامية سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وتغطي كثيرا أيضا من الأمور الأخرى اللي هي علاقة بالتنمية المرتبطة بالتجارة، ولما يوفره برنامج تابع للمؤسسة وبرنامج التعاون التجاري. هذا البرنامج يقدم أيضا يعني الدعم اللازم لرفع الكفاءات في مجالات مهمة مثل مجالات التصدير وغيرها، وأيضا توفير التدريب اللازم في مجالات لها ارتباط بالتجارة، وأيضا محاولة تقريب الحقيقة المتعاملين في التجارة أو رجال الأعمال بعضهم البعض، وهذه الطريقة طبعا اللي هي تعزز في نهاية الأمر التعاون والاندماج فيما بينهم. انضمت السعودية إلى اندونيسيا وتركيا والبنك الإسلامي للتنمية كعضو مؤسس محتمل لبنك إسلامي لتمويل البنى التحتية. وقال وزير المالية الأندونيسي إن كل من الأربعة قد يسهم بنحو 300 مليون دولار في المشروع، مع وجود خطط تدعو لتأسيس بنكين إسلاميين إقليميين أحدهما في اسطنبول والآخر في جاكرتا، مشيرا إلى أن الكيانات الجديدة ستبدأ في العمل بداية العام المقبل.
وافقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على منح أندونيسيا قرضا بقيمة تصل إلى 5.2 مليار دولار لتمويل مشروعات التنمية حتى العام 2020، حيث جرى توقيع الاتفاق خلال الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية في جاكرتا. وسيساعد القرض في تمويل العديد من المشروعات، من بينها تطوير الأحياء الفقيرة ومشروعات توصيل الكهرباء وتطوير التمويل الإسلامية. انتهت حلقة مشاركة لهذا الأسبوع. لمزيد من التفاصيل والأخبار دائما تابعونا على موقعنا cnbcarabia.com وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإنستغرام يوتيوب. الأسبوع القادم بمشيئة الله لقاء جديد. حتى ذلك الموعد أترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.